بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا ورمضان مبارك عليكم. أحيانا أنتوا اللي يسوون المشاكل بالماطورات، يعني صراحة أنا فحصت هالماطور اتوقعت أكو مشكلة بهاي الآلية، فمن جيت فحصت لقيت مستخدمين الواير هذا السلك ألمنيوم دي تشوفونه بقى متآكل، كله متآكل. مرة يوصل، لاحظوا شلون رمل صاير رمل، مرة يوصل مرة يفصل. فيا أخوان رجاء استخدموا أسلاك نحاسية حتى تبتعدون عن المشاكل. وأنا بصراحة تعرفون رمضان شوية تعبانين، فتوقعت بأنه المشكلة لأن شفت الواير موصل، يعني توقعت المشكلة بهاي الآلية، فمع الأسف طلعت هناية. الحمد لله والشكر اللي ما تلاعبنا بالماطور، راح نكمله ونسوي التسليك ماله ونشغلكم إياه. طبعا سويته بصراحة نفس الواير، لأن ما عندي واير نحاس، لكن شوف اللي لقيت الكارثة. لاحظ لاحظ لاحظ، تشوفون جدح، تشوفون يا أخوان يا أخوان، دير بالكم عودين، هذا بالرطوبة قاتل. تشوف الجدح يطفى الماطور، حركة يشتغل. لاحظ هذا قاتل، تلاحظ الضرب هذا هي أنا الإسخام. راح نبدل الواير، لازم يتبدل هالواير، كارثة. تحياتنا لكم والسلامة للجميع إن شاء الله.